لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر لما يكسر قلبك قل يا ربي. السلام عليكم الغزالات ديالي, كنتمنى انكم تكونوا باحسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذه اليوم ان شاء الله غادي نديكم معايا, غادي نديروا جوله ان شاء الله في ايكيا. شحال ما مشيناش ودرنا جوله هكا في الاسواق وشفنا الميزات والجديد اللي كاين, فان شاء الله غادي نديكم معايا الايكيا لانني سمعت باللي كاين تخفيضات مهمه كاينه فيها, وغادي نمشيو نشوفوا ان شاء الله اشنو كاين. فخليكم معايا باش نشوفوا كيفاش غادي ندوزوا هذا النهار ان شاء الله. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر لما يكسر. فالغزالات ديالي من بعد ما تناولنا وجبه الافطار مباشره خرجت هكا مشيت لايكيا للاشاره لبنات هاد ايكيا هادي اللي متواجده في ماروكو مول. فغادي نخليكم مع جوله خفيفه ظريفه ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم المشتريات اللي خديتها معايا من ايكيا. فخليكم معايا.
بعد ما ساليت الجوله ديالي الغزالات ديالي في ايكيا، فدسنا باش نتغداو ان شاء الله. نشارك معكم المشتريات اللي خديت من ايكيا مني غادي نرجع. اذا بالنسبه لهذا المطعم هذا كاين في الولفة، فواحد المطعم اللي غزال بزاف اللي كنجيو ليه دائما تقريبا. هذا المحل هذا متواجد كيف قلت لكم في الولفة في الشهدية، سميتو بالمي. فصراحة عندهم سيرفيس غزال وكذلك عندهم لي شوا بزاف. اذا من بعد ما غادي نتناول وجبه الغداء ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نوريكم المشتريات ديالي، فخليكم معايا. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي. وهنا رجعت للبيت، فبغيت نجلس ونشارك معكم ان شاء الله المشتريات اللي خديت من ايكيا. اذا اول حاجه خديت هاد الفيطات هادي. بالنسبه للبنات الاثمنه فماشي كلشي عقلي على الاثمنه، فغنحاول نذكر معكم يعني اللي قدرت عليه. بالنسبه لهاد الفوطات فعقله الثمن ديالهم كان 29 درهم. بغيت نبدل لي كولور، هاد اللون هذا ما عنديش، داكشي علاش بغيت ناخده. خديت كذلك هذه ديال الزاج، صراحه زوينه بزاف الكاليتي ديالها. انا كانت عندي وحده ولكن كانت طاحت ليا من السرجم وما بقيتش لقيتها، فخديت كذلك هاد البونجات هادو او لا باش كنغسلوا الاواني. الثمن ديالها كنظن كانت واقيله بشي 11 درهم هكاك، فيها ثلاثة ديال الحلفات او ثلاثة ديال البونجات. وخديت كذلك هاد المنطة هادي اللي كان فيها تخفيض صراحة غزالة، الثمن ديالها كان 139 درهم، كان فيها ثلاثة الالوان. فخديت هاد اللون هذا لان قريب لي اللون اللي عندي في غرفة النوم. وخديت هاد لي ساشي هادو اللي كنت دائما كنقلب عليهم، صراحه كيشكروا فيهم الناس بزاف وشفت بزاف ديال اليوتيوبرز خداوهم، داكشي علاش خديتهم. الثمن ديالهم كان جد مناسب، كانوا ب 20 درهم، فخديت ربعه ديال هاد المنظمات هادو. ان شاء الله غنشارك معكم الطريقه اللي غادي ننظم بها. فخديت منهم اربع قطع، وخديت كذلك هذه ديال الكابوتشينو، صراحه عمليه وزوينه بزاف. كتعجبني انا يا كنطلع بها هكاك القهوه، كطلع على موس زوينه. الثمن ديالها كان 15 درهم، لقيت فيها تخفيض دايرين ليها غير ب 11 درهم. وخديت هذه ديال الغبر اولا ديال الخمله، كان الثمن ديالها يمكن حتى هو شي 15 درهم. وخديت هاد الشميعات المعطره اللي كان فيهم حتى هما تخفيض، خديتهم فقط ب 9 دراهم، خديت جوج منهم. الرائحه ديالهم غزاله ديال الكوك، بالنسبه للناس اللي كيعجبهم ريحه ديال الكوك. اذا هادو هما المشتريات ديالي البسيطه جدا. كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجبتكم، فاتكم ولو قليلا. ما تنساوش دعموني باشتراكاتكم ولايكاتكم الجميله، والى اللقاء.